المعرض الأول بعد توقف من 2018 بسبب كورونا، واليوم إحنا بنعيد معرضنا. هدف معرضنا اليوم يعني في ظل الظروف القاسية والصعبة فكرنا بأنه لازم نفتح معرضنا بشكل جديد وبقطع تراثية جديدة، وأنا بقول بكل وضوح وبكل ثقة بأنه إحنا الصوم ما في مقارنة بيننا وبين السامعين، إحنا بنتفوق في هذه المنتجات وبكل المنتجات الحرفية اللي بنشتغلها، هي جودتها عالية جدا، حريصين جدا. تنظيم هذا المعرض وهذا المكان هذا يعني عمل مش سهل، أنا اللي بقوم فيه وبشرف عليه بشكل كبير. وكمان مرة بحكي إنه منتجاتنا ما إلها مثيل، مش قطع إلها نسخ أو هي تابعة عن أي قطع برا، كل المنتجات المقدمة من موبيليا، من طاولات صفرة، من قطع صغيرة، من كل القطع متوفرة عندنا وبننتجها بجمعية أطفال الصوم. وأنا كمان أنه تسويقنا لهالمنتجات هدفها أنه نستمر في تقديم خدمتنا للأطفال الصوم، في برامجنا، في التعليم لأطفال الصوم، كل العوائد المالية اللي بترجع من وراء هذا المعرض إحنا بنستخدمها لمدرسة أطفالنا لتعليم الصوم. الهدف من هذا البازار طبعا هو أول شيء الاحتفال بمناسبة استمرار عطاء المؤسسة لـ30 عام ويدوم هذا العطاء، والعطاء مستمر. بالإضافة إلى ذلك زي ما أنت شايف أو زي ما أنتم شايفين في البازار، البازار عبارة عن منتجات حرفية ذات طابع فلسطيني من التراث الفلسطيني، متنوعة تشمل المطرزات، الأعمال الخشبية، الرسم على الخشب، صناعة النول وصناعة النسيج المجدلاوي، الرسم على السيراميك. كل هذه المنتجات طبعا مصنوعة بأيدي الصم اللي هم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. الهدف من هذا البازار كمان إنه نورجي العالم كله سواء داخليا أو خارجيا، نورجي الناس المهارات والقدرات اللي موجودة عند الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. إضافة إلى ذلك كمان الحفاظ على التراث الفلسطيني من الاندثار وإظهاره بطريقة تليق بهذا التراث الغني المليء بالمفردات والمليء بالجمال الفني. هذه لمحة يعني عامة عن البازار. بالإضافة إلى هذا المعرض كمان في هناك أنشطة فرعية للفعالية الكبيرة اللي هو البازار. في عنا زاوية لأنشطة ألعاب الأطفال وهدايا للأطفال، وفي عنا زاوية للكافيتيريا أيضا، الإنتاج الغذائي الموجود فيها أو القائمة اللي موجودة فيها من حلويات ومخبوزات ومشروبات هي من صناعة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. صراحة اليوم أول يوم، يعني كأول يوم صراحة الإقبال كتير ممتاز، والفترة الصباحية بتعرف قد مرات الناس تكون مشغولة لسه في مشغلها، بنتوقع كمان الإقبال في الساعات القادمة يكون أفضل من هيك. الناس كتير متحمسة، وخصوصا أنه أطفالنا عودت الناس على هذا الحدث أو هذه الفعالية، كانت كل سنة تقريبا تقيم هذا البازار، ولكن بسبب الكوفيد يعني توقفنا لمدة سنتين تقريبا. فالناس صراحة متحمسة، وإحنا حتى كطاقم عمل متحمسين لهذا البازار وأجواء الرائعة.